بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب كده الجميع يكون بخير. النهاردة إن شاء الله في الفصل الثالث هنتكلم على الـ Organizational Structure والـ Impact بتاعها على الـ Project Management. زي ما كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الـ Stakeholders اللي هم أصحاب المصالح، وكنا قسمناهم لـ Internal و External، وكلمنا إن في الـ Internal من أهم الـ Component الـ Employees والـ Owners بتوع الشركة، وده هو اللي هنتكلم عنه الجزء بتاع الستراكشرز والذي يتكون من الاونرز بتوع الشركة والامبلويز. عشان كده زي ما قلنا لازم دايما نذكر اول باول عشان نربط المواضيع. بكده الستراكشر ده هيوضح لنا التسلسل الهرمي للناس اللي شغالين في الشركة. طيب في البداية خالص كده هنشوف مع بعض ايه الليرنينج اوبجكتيفز بتاعة الفصل ده. اول حاجة هنتكلم عنها ايه هي الكومبوننت بتاع اي اورجانيزيشن، بماذا تتكون اي اورجانيزيشنز، ايه المكونات الاساسيه لاي شركه انت هتدخلها، ايا كان بقى هي بتشتغل في اي مجال، طبي صناعي، ايا كان لازم بيبقى فيه كده كومبوننت اساسيه لاي اورجانيزيشن. تاني حاجه هنتكلم عنها، هنتكلم عن الاورجانيزيشن ستراكشر، هنتكلم عن الهيكل التنظيمي للشركه، هنعرفه ونشوف ايه اهميته. بعد كده هنتكلم على الانواع المختلفه للاورجانيزيشن ستراكشر. المنظمات بتاخذ كذا شكل من الهيكل التنظيمي، ما هوش شكل واحد. هنشوف ايه هي الانواع الاساسيه وازاي ده ممكن ياثر على اداره المشروع. بعد كده هنعمل مقارنه بين الانواع المختلفه للاورجانيزيشن ستراكشر عشان نشوف ايه هي الفروق الجوهريه بين الانواع المختلفه. بعد كده اخر حاجه خالص هنشوف ازاي هنختار افضل ستراكشر لاداره المشروع. لو جينا في البدايه خالص نشوف ايه هي مكونات اي منظمه، هنلاقي ان اي منظمه بيكون ليها ستراكشر، هيكل، بيكون ليها كالتشر، ليها ثقافه، بيكون ليها استراتيجي، بيبقى ليها استراتيجيه بتدير بيها الايه الاعمال بتاعتها. كل منظمه الاستراكشر بتاعتها بتبقى بتختلف من شركه لشركه، والثقافه بتاعت منظمته دي ان شاء الله هناخدها في فصل لاحق. الثقافه بتاعت الشركه وهي كومبوننت اساسي وبتاثر في طريقه اداره العمل، وكل شركه بيبقى ليها استراتيجيه بتختلف من منظمه لمنظمه من مجال لمجال. كل جزء من الثلاثة دول بيتكاملوا مع بعض عشان في الآخر بيبقى دي البيئة الداخلية، بتكون البيئة الداخلية اللي بيزدهر فيها المشاريع اللي بتعملها المنظمة. أي كومبوننت من الثلاثة دول ممكن يكون عامل قوة للشركة وبالتالي يكون حاجة كويسة للمشاريع اللي بتديرها الشركة، ممكن تكون تسبب مشاكل للشركة. فبالتالي لازم يتم للبروجكت مانجر يكون فاهم كويس قوي قوي وهو داخل الهيكل بتاع التنظيمي بتاع الشركة ده عامل ازاي، عشان يعرف يتعامل مع الناس المختلفة من المديرين، وازاي هم هيكون ليهم سلطة قد ايه في ادارة المشروع ولا ما لهمش سلطة. كل ده هيكون هيتحدد على اساس النوع بتاع الاستراكشر بتاعة الشركة. طيب لو جينا بعد كده بصينا من اساسا يعني ايه اورجانيزيشن، يعني احنا بنقول اورجانيزيشن هي يعني ايه منظمه. منظمه دي عباره عن سوشيال انتيتي اللي يكون فيها ان احنا عايزين نوصل، بنعمل ان احنا عايزين نوصل لكولكتيف جول، في كده جول جماعي كلنا او هدف جماعي كلنا عايزين نوصل له. وطبعا اي اورجانيزيشن بيبقى ليها اكسترنال انفايرومنت، في بيئه خارجيه بتتاثر بيها. سوشيال انتيتي بتعني انه انت ده كيان اجتماعي. كيان اجتماعي ليه؟ لانه بيشمل على موظفين وبيشمل على ناس كتيرة، بيحصل بينهم انتر اكشن، بيحصل بينهم تفاعلات، ولذلك هي عبارة عن ايه؟ عن كيان اجتماعي. طيب زي ما قلنا انه الهدف من اي منظمة ان انت عندك هدف جماعي كلنا عايزين نوصل ليه، زي مثلا انك عايز تنتج موبايل جديد بمواصفات معينة، فده هدف كلنا بنسعى من قسم الاي تي لقسم المانيفاكتورنج التصنيع للماركتنج، ازاي ان احنا نحقق
نجاح للبرودكت النهائي اللي احنا عايزين ننتجه. طبعا لازم يحصل في الاورجنايزيشن كوردينيشن عشان خاطر كل الايفورتس، كل الجهود اللي بتبذل من جميع الديبارتمنتس المختلفه من كل الاقسام تتوفق مع بعض عشان في الاخر احنا نوصل للهدف الايه النهائي. طيب عشان نقدر نعمل ده كله لازم يكون عندنا اورجنايزيشن ستراكشر، لازم يكون عندنا هيكل تنظيمي كده للشركه بيوضح بقى كده، بيعرف لنا ايه هي الانشطه اللي هتتم. الانشطه دي عباره عن ايه؟ عن التاسكس الوكيشن اللي هو توزيع المهام، مين هيعمل ايه. مدير التسويق كده ايه المهام الوظيفيه بتاعته، واحد اتنين تلاتة، هيبقى عارف هو عليه كذا. مدير الماليه ايه هي التاسكس اللي عليه. الستراكشر هي اللي بتوضح الكلام ده، بتوضح الكوردينيشن ازاي هيتم التنسيق بين الاقسام المختلفه، والسوبرفيجن الاشراف، كل مدير هيبقى تحتيه عدد من الموظفين، فهيكون مثلا معاه 4 معاه 5 معاه 6 معاه، العدد ده كله هيبقى موضح في الاستراكشر بتاعه الشركه. طيب ده كله هيؤدي في النهايه ان انا اقدر لما اعمل تقسيمه واقسم واوزع المهام على الموظفين اللي عندي، في الاخر هقدر اوصل للاهداف بتاعه الشركه، لان وضحت من البدايه كل واحد ايه مسؤولياته والواجبات اللي عليه، فبالتالي ما يحصلش كونفليكت بين الناس وما يحصلش مشاكل، فكل واحد يبقى عارف الالتزامات اللي عليه. طب وبالتالي زي ما قلنا كده يبقى الاورجانيزيشن ستراكشر بتاثر على الاورجانيزيشن اكشن، بتاثر على السلوك بتاع المنظمه، لان على اساس الناس هتتعاون ازاي ده الاكشن النهائي او سلوك النهائي المنظمه هيت ايه هيتحدد. طيب لو جينا هنا شفنا الاورجانيزيشن ستراكشر، هنلاقي الاورجانيزيشن ستراكشر بتاعك هتوضح لك ايه، هتوضح لك مين هيدي تقرير لمين. يعني انا كمثلا موظف شغال في قسم التسويق، يبقى انا المفروض انا هعمل بعد ما بخلص شغلي بعمل ريبورت بديه لمين، بديه لمدير قسم التسويق. يبقى ده كده العلاقه اللي بيني وبين مدير التسويق، ان انا بعمل ريبورتنج لمدير التسويق، وممكن مدير التسويق بعد كده بيرفع التقرير للي اعلى منه، مثلا لما بيكون مثلا الفايس بريزيدنت اللي هو نائب رئيس مجلس الاداره، يبقى كده هو بيوضح كده الهيراركي الهرميه بتاعه الاداره، ان هو بيوضح مين فوق مين فوق مين. فبالتالي انا كموظف هرفع التقرير بتاعي للمدير بتاعي، والمدير بتاعي ممكن يرفعه لنائب رئيس مجلس الاداره. يبقى كده الاستراكشر بتوضح لي الريبورتنج لاين بتاعي، الخط التقارير هتنتقل من مين ثم مين ثم مين. بعد كده هيوضح برضو من فائده الاستراكشر ان هي هتوضح لك سلسلة الكنترول أو الأثوريتي، يعني كل سلطة كل واحد لحد فين. يعني أنا سلطتي مثلا كمدير تمويل إن أنا سلطتي لحد إن أنا هجيب التمويل مثلا من بنوك، هجيب التمويل إن أنا هدخل مثلا هشوف بارتنر تاني، هشوف مصادر التمويل المختلفة اللي ممكن أجيبها للشركة، وأنا لحد كده والأثوريتي بتاعتي بتقف. ممكن بعد كده ياخد ابروفال او يدي موافقه على ان احنا هنقبل مثلا ان احنا ناخد تمويل من الجهه الفلانيه، ممكن ده يكون المسؤوليه بتاعه رئيس مجلس الاداره. فكده الاستراكشر بتوضح لك الحدود المسؤوليه بتاعه كل شخص وحدود الكنترول. يعني انا كمدير الكنترول بتاعي على كام فرد ده انا مسؤول عنهم، يعني مثلا انا مدير تسويق، فبالتالي انا ليا كنترول على الموظفين اللي شغالين معايا جوه القسم، ماليش دعوه بالموظفين مثلا اللي شغالين في قسم المبيعات، انا ماليش علاقه ايه بيهم. وبالتالي في النهايه هيبقى الامور واضحه. فبالتالي لما انا اجي احب مثلا اعمل بروموشن لواحد ارقيه، هيبقى واضح عندي كده اجراءات، وواضح عندي مين اللي هيبقى مسؤول ان انا هعمل ترقية لموظف، أو أنا أعين موظف، أو أنا أفصل موظف. كل واحد هيبقى عارف الأثوريتيز بتاعته وحدود صلاحياته. طيب أي منظمة هتلاقي فيها سب ديفيجنز، يعني هي متقسمة لأقسام، والأقسام ممكن تكون متقسمة لأقسام أصغر منها.
على سبيل المثال انت مثلا كشركة مثلا بتعمل في تصنيع السيارات، ممكن تلاقي عندك الشركة متقسمة لقسم مثلا الحسابات، قسم مسؤول عن الاي تي، قسم مسؤول عن التسويق وهكذا. ممكن تلاقي جوه قسم التسويق، جوه قسم الاي تي، انه متقسم لجزئين. ممكن تلاقي فيه جزء من القسم مسؤول عن الحاجات الخاصة بالسوفت وير، ممكن تلاقي جزء تاني مسؤول عن الحاجات الخاصة بالهاردوير. طيب ال زي ما قلنا كده، يبقى احنا كده المفروض طبقا للاستراكشر دي انا حددت مسؤوليات كل موظف هتكون ايه، حددت اللاين اوف اوثوريتي كل واحد سلطته لحد فين، ومين هيتواصل مع مين، ومين الكوميونيكيشنز بتاعتي هتبقى ماشية ازاي. في حاجة مهمة تانية لازم تبقى عارفها، اللي احنا بنتكلم عنه ده الفورمال اورجانيزيشن او الفورمال استراكشر، ده الهيكل الرسمي للمنظمة. هل في هيكل او في حاجة غير رسمية؟ اه، في حاجة عندنا اسمها الانفورمال، وده مش حديثنا بس عشان تبقى عارفه، احنا كل اللي بنتكلم عليه النهاردة هو الفورمال اورجانيزيشن او الفورمال استراكشر، الهيكل الرسمي المنظمة. هل في حاجة اسمها انفورمال؟ اه، في حاجة اسمها انفورمال. طب ايه الانفورمال ده؟ هديك مثال يوضح. انت ممكن يكون عندك في الشركة رئيس مجلس ادارة، المفروض هو اللي عنده نطاق السلطات بتاعته، هو اكتر واحد ليه القدرة او ليه صلاحيات كتيرة، وممكن بعديه بيجي رؤساء الاقسام مثلا. ولكن لو انت جيت ممكن تلاقي جوه الشركة من الناحية الانفورمال بشكل غير رسمي، ان مثلا نائب رئيس مجلس الإدارة بيتخذ قرارات او ليه كلمة مسموعة او بيأثر اكتر او من رئيس مجلس الإدارة، مع ان هو نائب رئيس مجلس إدارة مش رئيس مجلس إدارة. ده ليه؟ ممكن يكون هم رئيس مجلس إدارة شايف فيه ان هو عنده خبرة واسعة في نقطة معينة، او هو ليه سكيلز وشخصية بتعرف تأثر على الناس، فبيديله بشكل غير رسمي بعض الصلاحيات ان هو يتخذ قرارات نيابة عنه. طبعا ده كله بشكل غير رسمي، وبالتالي الحاجات دي انت مثلا مش هتعرفها غير لو انت شغال جوه المنظمة. فهتلاقي الاستراكشر الرسمي المعلن للناس ان ده رئيس مجلس الادارة، فبالتالي صلاحياته اكتر، وبعد كده نائب رئيس مجلس الادارة، وبعد كده رؤساء الاقسام اللي هم صحتهم اقل من رئيس مجلس الادارة. بس انت ممكن تلاقي جوه المنظمة واحد بيأثر اكتر وبيبقى ليه كلمة مسموعة اكتر، مع ان صلاحياته الرسمية ما تسمحلوش بده. لو جينا نقول مثلا مثال تاني يوضح لك، انت ممكن تكون شغال مثلا في قسم التسويق، وانت كشخص متميز وبتحقق الاهداف بتاعة القسم بتاعك، ممكن تلاقي ان المدير بتاعك بيسمع برأيك، وممكن لما تقوله على حاجة هو ينفذها وياخد قرار طبقا لكلامك انت، عشان هو شايف ان انت شخص كفء وان كلامك مظبوط. بس ده بشكل غير ايه، غير رسمي، بطريقة ايه، انفورمال. اللي بنتكلم عنه بقى الاستراكشر الفورمال بتاع الايه، المنظمة. فلو جينا كده شفنا الاستراكشر بتاع المنظمة بيتكون من ايه بقى، الفورمال استراكشر بتاعي بيتكون من 3 عناصر اساسية. اول حاجة ان انا بعمل تصميم للفورمال ريبورتنج ريليشنز اللي احنا متكلمين عنها، العلاقات المين هيدي الريبورت المين. اول حاجة لازم في الموضوع ده اعرف النمبر اوف ليفلز ان ذا هيراركي، الشكل الهرمي بتاع المنظمة. لازم اعرف هو مكان كام ليفل، يعني ممكن يكون في الطبقة العليا خالص رئيس مجلس الإدارة، تحتيه التوب مانجمنت، تحتيه رؤساء الأقسام، تحتيه الموظفين. يبقى كده عندنا مثلا 4 مستويات داخل المنظمة. طيب السبان اوف كنترول يعني ايه؟ يعني مدى التحكم، كل مدير تحتيه كام موظف. يعني لو قلنا مثلا ان مدير الماركتينج معاه 10 موظفين، يبقى ده السبان اوف كنترول بتاعه ان هو يقدر يتحكم في 10 موظفين. ولو قلنا السيلز مانجر معاه 20 موظف، يبقى هو بيقدر السبان اوف كنترول بتاعه عبارة عن مين، عن ال 20 موظف. وبالتالي
فالسيلز مانجر بما انه عنده 20 موظف، فالسبان اوف كنترول بتاعه اعلى من الماركتينج اللي معاه 10 موظفين بس شغالين ايه معاه. طب لو جينا نتكلم بعد كده من العناصر الاساسيه للاستراكشر هي الجروبينج. يعني ايه جروبينج؟ يعني بجمع الناس، وانا مش بيبقى عندي انديفيديوالز موظفين كتير، انا بقسم الموظفين دول. مثلا لو انا عندي مثلا الشركه بتتكون من 50 فرد، فبقسم مثلا في 5 موظفين داخل قسم الحسابات، 4 موظفين في قسم التسويق، مثلا 6 موظفين في قسم الاي تي. يبقى كده انا بعمل جروبينج للانديفيديوالز جوه الايه، جوه الاقسام. الديبارتمنت بقى يبقى كده بالتالي انا دخلت الانديفيديوالز جوه اقسام، والاقسام هي اللي بتكون الايه، التوتال اورجانيزيشن. طيب العنصر الثالث في الهيكل التنظيمي للشركه وهو الديزاين اوف السيستمز، ان انا بعمل تصميم للانظمه. يعني ايه؟ اول حاجه بشوف الافكتيف كوميونيكيشن، ازاي انا اقدر اعمل تواصل فاعل بين الاقسام المختلفه وبين الافراد. بعد وبشوف الكوردينيشن. تاني حاجه التنسيق، ازاي انه انسق انا كقسم تسويق شغلي بقسم السيلز. احنا زي ما احنا عارفين انه السيلز والماركتنج ليهم جهود مشتركه، وازاي ان انا اعمل انتجريشن تكامل بين الايه، بين الاقسام، عشان يقدر يحقق السيلز المبيعات المطلوبه. لازم ماركتنج يكون عامل تسويق كويس للبرودكت، فبالتالي قسم السيلز يقدر يحقق الاهداف المبيعيه. فلازم يكون بين القسمين تنسيق وبينهم تكامل. لو مفيش تواصل بين الاقسام بشكل كويس وبشكل افكتيف، ده هيؤدي الى ان انا كمنظمه مش هقدر احقق الاهداف اللي حطها الاورجانيزيشن واللي حطتها اصحاب الشركه، وبالتالي هيبقى في خلل. فبتيجي الاستراكشر عشان تظبط لي وتحط كده زي بروسيجرز وزي اجراءات وزي رولز الناس هتمشي عليها، عشان خاطر نصل الى كوميونيكيشنز كويس بين الاقسام، ونصل الى تنسيق كويس بين الاقسام، ويصل انه في تكامل بين الانشطه اللي بتتم في القسم ده. فبالتالي بتيجي انا اكمل عليها الشغل بتاعي، وهيجي القسم اللي بعده ياخد شغلي ويكمل عليه. طيب لو جينا نشوف ايه هي الاشكال الاساسيه للاورجانيزيشن ستراكشر، زي ما قلنا ان الاورجانيزيشن ستراكشر ليها كذا شكل، مش كل المنظمات الشكل الشكل التنظيمي بتاعها او الهيكل التنظيمي بتاعها زي التاني. فلو جينا هنلاقي ان احنا عندنا في الفانكشنال اورجانيزيشن، وفي البروجكت او البروكتجايزد اورجانيزيشن، وفي الماتريكس اورجانيزيشن. دي التلات اشكال الرئيسية للهيكل بتاع المنظمة. طيب لو جينا ناخد اول نوع خالص وهو الفانكشنال اورجانيزيشن ستراكشر، زي ما احنا شايفين كده هنلاقي في هنا البريزيدنت اللي هو رئيس الشركة، وبعد كده بيتفرع منه مدير التصنيع، وادي مدير التسويق، وادي مدير التمويل، وادي مدير مسؤول عن الار ان دي اللي هو الابحاث والايه والتطوير. وتحت كل مدير تحتيه ايه، تحتيه اقسام او تحتيه افراد داخل جوه ايه الاقسام. يعني احنا هنا مثلا لو جينا في تحت المانيفاكتشرنج مانجر، في هنا المشرفين على الخطوط الانتاج، وفي هنا التيم المسؤول او عن البرودكشن، وفي التيم المسؤول عن الديستريبيوشن اللي هو توزيع الايه المنتجات. طب ده ابسط شكل، يعني ممكن يكون في تسلسل اكتر. ممكن، يعني ممكن يكون في هنا البريزيدنت، وتحت البريزيدنت في الفايس بريزيدنت، في نائب رئيس مجلس الإدارة. فده بيتحدد على أساس هي الشركة حجمها قد إيه. ممكن تكون الشركة لسه صغيرة، فهو بس يدوبك في رئيس للشركة وبعد كده رئيس للأقسام. فالشركات الأكبر حجما ممكن تلاقي إن تحت البريزيدنت في فايس بريزيدنت، وتحت الفايس بريزيدنت في توب أو حد زي ما بنقول كده اللي هو توب مانجمنت، وبعد كده ممكن يجي بعديهم بعد كده المانيفاكتشرنج مانجر والماركتينج والفاينانس مانجر وهكذا.
فبالتالي انا بوريك ابسط الاشكال للشركه تحت النوع بتاع الفانكشنال اورجانيزيشن ستراكشر. طيب الفانكشنال اورجانيزيشن ستراكشر دي بتبقى متقسمه ازاي، او ايه هي فكرتها ايه؟ ان انا بقسم الاورجانيزيشن او بعمل لها تقسيمه لسمولر جروبس، زي ما شفنا هنا انا قسمت المنظمه لقسم ار اند دي، لقسم تسويق، لقسم التصنيع، وهكذا. وكل واحد من الاقسام اللي احنا شفناها مع بعض دي ليها مهام وادوار محدده عشان ما يحصلش كونفليكت ما بين الناس، كل واحد عارف بالظبط هو ايه المهام الوظيفيه اللي هيقوم ايه اللي هيقوم بيها. وبالتالي هنلاقي مثلا ان الجروب مثلا بتاع الانفورميشن، هنلاقي جروب للانفورميشن تكنولوجي، وهتلاقي جروب مسؤول تاني عن الماركتنج، وهتلاقي مسؤول وجروب تالت مسؤول عن التمويل. فكل واحد هيبقى عارف بالظبط هو ايه مسؤوليته. دي بتعتبر الفانكشنال اورجانيزيشن ستراكشر، دي من اكتر الاشكال بتاعه الهيكل اكثر استخداما لمعظم الشركات، لانها بتناسب عموما الشركات صغيره الحجم. فتلاقي ان الاستراكشر بتاعها زي ما شفنا هنا مش معقد، ما فيهوش طبقات كتير، فبالتالي دي بتبقى ايه اكتر استخداما، لانها بتبقى مناسبه اكتر للشركات صغيره الايه صغيره الحجم. وبالتالي هنا في الفانكشنال اورجانيزيشن ستراكشر، بما ان انا بقسم الشركه لمجموعات اصغر، فتلاقي زي ما احنا لقينا ان كل ديبارتمنت هتلاقيه ليه مانجر او دايركتور هو المسؤول ان هو يجاوب الاكزيكتيف ليفل اللي هم اعلى منه، او الاونر او ايا كان مسمته، او البريزيدنت بتاع الشركه، والمسؤول ان هو ياخد الريبورت من الموظفين بتوعه وينقلها للليفل اللي اعلى منه في الهيراركي، في الهرم الايه او التسلسل الايه الوظيفي. وبعد كده يعني مثلا هنا ممكن نلاقي، لو جينا هنا ناخد مثال، انه ممكن السيلز، موظفين في السيلز بيدوا ريبورت للماركتنج مانجر، والماركتنج مانجر بيرفع التقرير بتاعه للبريزيدنت مانجر، للبريزيدنت لرئيس الشركه، ورئيس الشركه بالتالي بيعمل سوبرفيجن او بيعمل اشراف على كل دول. تمام، يبقى كده احنا مثلا لاين سوبرفايزرز المشرفين بيرفعوا التقرير للمدير بتاع التصنيع، مدير التصنيع بيرفع التقرير بتاعه لرئيس الشركة، فبالتالي رئيس الشركة بيراقب او بيشوف كل المهام الوظيفية بتاعة الاربع ديبارتمنت اللي عنده، والمانيفاكتورينج مانجر هو بس مسؤول عن الناس اللي تحته. طيب تمام، حلو جدا كده. طيب لو جينا كده قلنا زي ما قلنا انه الفانكشنال اورجانيزيشن ستراكشر دي بتبقى مناسبه اكتر للسمول اورجانيزيشنز، لان هي ما فيهاش قدر من التعقيد، الاستراكشر بتاعها يعتبر الى حد كبير بسيط. طيب ده بما ان انا بقسم الشركه لسكشنز او لاقسام، فده بيخلي في سبيشاليتي، يعني الناس بتبقى متخصصه في اهو زي ما احنا عملنا كده، في ناس متخصصه في المبيعات، في ناس متخصصه في خدمه العملاء، وبالتالي بيبقى كل واحد ليه تخصص دقيق، وبالتالي بيبقى في كده ناس عندها نوليدج واكسبيرينس حلوه في الحته اللي هو شغال فيها، لان هو متخصص في جزء معين. طيب هنا في الفانكشنال اورجانيزيشن ستراكشر، البروجكت مانجر بيبقى دوره بسيط. يعني انا لو المنظمه بتاعتي بتتبنى فانكشنال اورجانيزيشن ستراكشر، هيبقى الدور بتاع البروجكت مانجر هيبقى بس ان هو بيتاكد انه بيحصل تنفيذ للبروسيسز بشكل سلس ليس الا، اللي بيبقى ليه كنترول الاكبر الفانكشنال مانجر، هو اللي بيبقى واخد معظم الباور وفي نفس الوقت ليه الفاينل ديسيجن. نوضحها اكتر، لو انا دلوقتي كمنظمه في بروجكت انا عايز اعمله، جبت مدير للمشروع، مدير المشروع لازم هينسق مع الفانكشن مانجر، يعني لازم مدير المشروع
هينسق زي ما لو رجعنا لورا كده، لازم هينسق مع المدير بتاع المانيفاكتورينج، ولازم هينسق مع المدير بتاع الماركتينج والفاينانس مانجر وهكذا. فبالتالي البروجكت مانجر لازم يبقى ينسق مع المديرين القطاعات بتاعة الشركة. فهنيجي لو قلنا انه اكتر حد بينسق معاه مثلا مانيفاكتورينج مانجر، في حالة الفانكشنال اورجانيزيشن ستراكشر اللي بياخد القرار النهائي هو الفانكشنال مانجر، ايا كان اللي هو مثلا مانيفاكتورينج مانجر، قرار النهائي والسلطة الأكبر بتبقى تحت سيطرة القرار النهائي في البروجكت. لو في بروجكت بيتعمل بيبقى للفانكشن مانجر مش للبروجكت مانجر. فبالتالي ده بيخلي صلاحيات البروجكت مانجر قليلة. يعني أنا كبروجكت مانجر لو عايز أعمل حاجة معينة في البروسس بتاع التصنيع، لازم إن أنا أخد موافقة مدير التصنيع. ما أقدرش أنا كبروجكت مانجر أتخذ القرار لوحدي. ده تحت لو الشركة بتتبنى أو هي متخذة الـ Functional Organization Structure. ايه هي المميزات ان الشركة تتبنى functional strategy او functional structure؟ ايه هي الفايدة ان انا كمنظمة تكون الهيكل بتاعي functional؟ اهم ده اهم حاجة خالص انه كل employee عليه بوس واحد، عليه مدير واحد. فبالتالي انا ده بيقلل ال conflict of interest، يعني بيقلل المشاكل بتاعة ان كل واحد يبقى ليه مصلحة مختلفة. انا ليا مدير واحد وكل واحد عارف هو عليه ايه بالظبط، فبالتالي مفيش تضارب في المصالح لان انا محدد لي من البداية انا هعمل ايه وانا مسؤول عن ايه. وده بيخلي ان يبقى فيه clear line of authority، يعني كل واحد عارف حدود صلاحياته لحد فين وان هو مسؤول لحد فين. بيبقى فيه career development، يعني انا كموظف عارف ان انا لو هترقى هطلع همسك ايه ثم ايه لما هترقى. تالت حاجة كده تحس ان الاستراكشر ده انه بسيط، تحس انه مريح وايزي، يعني موضوع بسيط وسهل فيه. طبعا زي ما قلت هنا انت بتعمل خبرة وبتعمل تكنيكال اكسبرتيز، انت بتبقى متخصص في حتة صغيرة، فبالتالي بتتراكم خبرتك في الحتة دي، فبتعمل خبرة حلوة في الحتة اللي انت شغال فيها. بالتالي انت هنا بيبقى في الاستراكشر بتاعك او الهيكل بتاعك بيبقى محدد. يعني ايه ديزاين مينتيند، يعني هو واضح كل واحد مسؤول عن ايه، فبالتالي التصميم بتاع المنظمة واضح هو ماشي ازاي. برضو البروجكت تيم ممبرز زي ما قلنا البروجكت بيبقى ليه اعضاء فريق، اعضاء الفريق دول بيبقوا كده متصلين بالفانكشنال جروب. ايه المقصود بالفانكشنال جروب؟ اللي هم مثلا متصلين مثلا اللي هم ليهم تعامل مع القسم بتاع التصنيع، فهتلاقي البروجكت تيم اعضاء الفريق بتاع البروجكت هتلاقيهم على تواصل مع الأعضاء بتوع التصنيع. ولو هما مثلا محتاجين حاجة في التسويق هتلاقي انه البروجكت تيم برضو. هما المقصود هنا بفانكشنال جروب ايا كان بقى الجروب ده، مقصود بيه قسم تسويق، قسم مبيعات، قسم حسابات، فلازم يكون متصل بالبروجكت تيم. يعني مثلا لو انا ندي مثال كده عملي عشان تبقى الدنيا واضحة، لو قلت ان انا شركة منظمة في السعودية مثلا موقعها جغرافي في جدة وليها بروجكت مثلا في مكة، فالبروجكت فالممبرز بتوع البروجكت اللي هم موجودين في مكة هيكونوا مع على تواصل مع الفانكشنال جروبز المختلفة اللي موجودين في المقر الرئيسي للشركة اللي هو في جدة. فبالتالي في كونكشن بين الاتنين عشان ينسقوا الايه الشغل. لو جينا برضو اتكلمنا عن الديس ادفانتج بتاعة الفانكشنال اورجانيزيشن ستراكشر، ايه هي الديس ادفانتج؟
هي عذرا هنا مكتوبة advantage، هي المفروض تبقى disadvantage، دي disadvantage وليست الadvantage، زود بس دي اي اس عشان تبقى disadvantage، وانا هظبط الحتة دي في البي دي اف اللي هبعتها لك. ان دي كده العيوب بتاعة الفانكشنال اورجانيزيشن، دي العيوب disadvantage هظبطها لك في البي دي اف، ان هي العيوب بتاعة الفانكشنال اورجانيزيشن. ايه هي العيوب بتاعة الفانكشنال اورجانيزيشن؟ اول حاجة ان البروجكت مانجر بتكون زي ما قلنا الليميتد اوثوريتي وباور، ان كده احنا قلنا ان الاوثوريتي بتبقى اكبر للفانكشنال مانجر وليس للبروجكت مانجر، فدي كده تعتبر من عيوب ان انا اعمل او اتبنى فانكشنال استراكشر، ان انا ما بخليش فيه صلاحيات كبيرة للمانجر، انا بخلي الصلاحيات اكبر للفانكشنال مانجر. يعني مثلا بتبقى الصلاحيات اكتر لمدير التسويق اكتر ما هي للبروجكت مانجر، فده بيخلي البروجكت مانجر مش عارف ان هو يتخذ قرارات بشكل سريع، ملوش سلطة كبيرة. تاني عيب من عيوب الفانكشنال ستراكشر انه مفيش حد مسؤول بشكل كامل على ان البروجكت ينتهي او على انهائه، يعني بان البروجكت مانجر ملوش اوثوريتي عالية وملوش باور عالي على البروجكت، فهو مسؤوليته على البروجكت ككل ما هياش كبيرة، ودي طبعا تعتبر من العيوب الصعبة جدا في الـ Functional Organization Structure. تاني حاجة بالتالي انه مفيش حد بيبقى هو مركز فقط على البروجكت، لان الشغل متقسم ما بين البروجكت مانجر وما بين الـ Functional Managers المختلفين بتوع الشركة، ان كان بقى التسويق او التصنيع او البحوث والتسويق. بما ان في كذا حد متدخل في المشروع وفي كذا طرف في المشروع، ده هيؤدي الى ان ممكن البروجكت ياخد وقت اطول، لان انا عشان اتخذ قرار كبروجكت مانجر لازم ارجع للفانكشنال مانجر، فده ياخد وقت، انا مش في ايدي الصلاحيات كبروجكت مانجر ان انا اتخذ القرار وانفذه على طول، لا ده انا لازم ارجع للفانكشنال مانجر عشان اخد ابروفال على اني اتخذ القرار الفلاني، فبالتالي بيؤدي الى ان البروجكت بياخد المشروع بياخد وقت اطول. في لو كوردينيشن، من كتر ان في ناس كتيره او اقسام كتيره داخله ليها انفولفد داخل المشروع، فده بيؤدي الى ان التنسيق بيبقى منخفض بين الفانكشنز المختلفه بين الوظائف المختلفه. برضو من العيوب الليك اوف كاستمر فوكس، دلوقتي المشروع مفيش حد مسؤول مسؤولية كاملة عن المشروع، وبالتالي المسؤولية كلها مقسمة، فمبيبقاش في حد مركز مع العميل، واللي هو العميل المقصود بيه هنا اللي هو هيستفيد من الخدمة النهائية او من البرودكت النهائي اللي هتنتجه الشركة. بعد كده من العيوب برضو الـ disadvantage بتاعة الـ functional organization ان في low delegation of authority. يعني ايه delegation؟ يعني ان انا اعمل تفويض لصلاحياتي لموظف مثلا تحتي ان هو ياخد شوية من صلاحياتي وهو ينفذ. هنا في حالة الـ functional organization صعب انك تلاقي مثلا البروجكت مانجر مفوض حد اقل منه ان هو ياخد شويه صلاحياته وهكذا، والفانكشنال مانجر ان كان مقصود بالفانكشنال مانجر بتاع الماركتينج او بتاع السيلز انه مفوض بعض من صلاحياته لموظف تحت، ده ما بيحصلش قوي في الفانكشنال ستراكشر. هنا الورك ديلايز ديو دو ريد تاب، هنا الشغل ممكن يتاخر بسبب الخط الاحمر، بمعنى انه انا مش هينفع، مقصود بالخط الاحمر ايه؟ ليا حدود لصلاحياتي، يعني ليا خط ما اقدرش اتعداه، لازم ارجع لحد اعلى مني عشان خاطر اخد موافقة، فبالتالي على ما اخد موافقة ده هيأخر الايه الشغل، وبالتالي ده هيؤدي لان يكون في نقص او ما فيش big picture
فيو، يعني انا مش قادر اتخيل انا كبروجكت مانجر او كتيم ممبرز الصوره بقى الكبيره للمشروع على بعضه عامل ازاي، بسبب انه انا في ليك اوف اوثوريتي ليا كبروجكت مانجر. المقصود هنا اللي بعد بالفانكشنال ايزوليتنج، او انه كل صومعه، يعني كل واحد عايش في الصومعه بتاعته. يعني انا كقسم تسويق منفصل عن قسم السيلز، منفصل عن قسم التصنيع، ومنفصل عن البروجكت اللي بيحصل في بلد تانية، في بعض من الايزوليشن، في بعض من الانعزال، بما ان في انعزال شويه ففي مشكله في ان يبقى في انتجريشن وكوميونيكيشن فعال بين كل هذه الاطراف، وهيبقى التنسيق برضو فيه شويه من المشاكل. بالتالي ده هيؤدي في النهايه ان البروجكتس عموما هيبقى ان انا مش عارف اوصل للمستوى الامثل. سب اوبتيمال هنا معناه انا دون المستوى الامثل، يعني انا ما قدرتش اوصل في النهايه للاكسبكتيشنز اللي كان عايزها الاونرز، انه المخرجات اللي هتطلع من البروجكت ده مش هتطلع بالمستوى الامثل. ليه؟ لانه كان كل واحد طرف من الاطراف الموجود في البروجكت كان ليه انترستس مختلفه، كان ليه اهداف او طموحات مختلفه عن التاني، فبالتالي ادى الى انه ممكن يكون حصل شويه كونفليكت بين الاطراف المختلفه، فادى الى في النهايه ان المشروع ما تحققش بالشكل الامثل اللي كانوا متخيله اصحاب الشركه. يبقى دي كده الديس ادفانتج، وانا هصلحها لكم في البي دي اف ان دي العيوب، دي الديس ادفانتج، هزود بس دي اي اس عشان خاطر دي تبقى كده العيوب، العيوب بتاعه الفانكشنال اورجانيزيشن ستراكشر. طب لو جينا للنوع الثاني اللي هو البروجكت اورجانيزيشنال ستراكشر، ودي انت لو قلتها بروتجايزد او قلتها بروجكت الاثنين بتمثل نفس الحاجه. طب لو شركه بتتبنى هيكل المشاريع، يعني ايه الكلام ده؟ يعني هنا اللي هو سي او او اللي هو رئيس مجلس الاداره بيبقى تحته بروجكت مانجر لمثلا مشروع في جده، وهنا مشروع تاني في مكه، وهنا مشروع تالت في القطيف، ومشروع رابع مش عارفه في الطائف، وهكذا. فبالتالي هنا ده ما بيعنيش انه ما فيش فانكشنال مانجر او ما فيش قسم حسابات وما فيش قسم تسويق، لا، في اقسام وفي فانكشنز موجوده في المؤسسه او في المنظمه في الفرع الرئيسي بتاعها اللي هو مثلا موجود في الرياض، ولكن هنا العلاقه او السلطه بتبقى السلطه بتبقى للبروجكت مانجر ومنه للسي او. فبالتالي هنا على عكس من الفانكشنال ستراكشر اللي كنا اتكلمنا عنها من دقائق، لا، ده هنا السلطه بتبقى للبروجكت مانجر. فهنا مش بيوضح لك انه هنا في حاله البروجكت اورجانيزيشنال ستراكشر السلطات بتبقى اوسع والباور بيبقى اوسع للبروجكت مانجر، فمنه للسي او. في فانكشنال مانجرز وفي قسم حسابات وفي قسم تسويق، ولكن ما هوش متدخل غير بشكل بسيط خالص او تقريبا شبه معدوم في المشاريع اللي بتحصل في المدن الاخرى. وبالتالي البروجكت مانجر هو اللي بيبقى المسؤول الرئيسي عن المشروع اللي هو بيشتغل فيه، وتحتيه طبعا هيبقى البروجكت تيم او الافراد اللي شغالين معاه في المشروع. طيب لو جينا هنا بصينا للنوع ده من الاستراكشر، هنلاقي اهو زي ما هو مكتوب ان البروجكت مانجر هاز ذا فاينل اوثوريتي، يعني هو ليه السلطه النهائيه على البروجكت، هو على العكس من الفانكشنال استراكشر اللي كان الفانكشنال مانجر هو ليه السلطه النهائيه. هنا في حاله البروجكتايزد اورجانيزيشن ستراكشر اللي بيبقى ليه السلطه النهائيه هو البروجكت مانجر، وبالتالي هو اللي بيتخذ القرارات وبيشوف الاولويات، وهو اللي بيقول ايه الريسورسز اللي هو محتاجها. طيب هنا زي ما شفنا انه
منظمة كده معتمدة، أو هي الهيكل التنظيم معتمدة على إنه هي عبارة عن مشاريع، مشروع في مدينة ومشروع في مدينة أخرى وهكذا. ده الهيكل التنظيمي بتاعها مقسم إلى هذا الشكل، وبالتالي بيبقى تأثير الفانكشنال مانجرز المختلفين على البروجكت اللي بتتم في المحافظات التانية بيبقى إيه؟ بيبقى قليل، إذا ما كانش إيه؟ شبه إيه؟ معدوم. طيب هنا في الحالة دي، بأن البروجكت مانجر هو اللي ليه الفاينل اوثوريتي، فبالتالي هو اللي ليه الكومبليت كنترول، هو ليه التحكم الكامل في المشروع وفي الريسورسز اللي هو محتاجها وفي التيم ممبرز اللي هم شغالين معاه. وبالتالي هنا في الحالة دي التيم ممبرز هو على طول بيعملوا ريبورت دايركت للبروجكت مانجر، لانه هنا المسؤول هو البروجكت مانجر. طيب لو جينا نشوف ايه هي مميزات بتاعت البروتكتجايزد اورجانيزيشن ستراكشر او بروجكت اورجانيزيشن ستراكشر، هنلاقي انه اول ميزه خالص ان التيم ممبرز الولاء بتاعهم لاهداف المشروع. تاني حاجه هنلاقي انه الريبورت لاين بتاعك هيبقى من التيم ممبرز على طول مباشره للبروجكت مانجر، مفيش تدخل للفانكشنال مانجرز في عمليه ان هم ياخدوا تقارير، التقارير على طول بتروح دايركت للبروجكت مانجر. وبالتالي ده بيؤدي الى ان اللاين اوف اوثوريتي كلير، مفيش كده تداخل بين صلاحيات البروجكت مانجر وما بين الفانكشنال مانجر، فده بيؤدي الى ان الكونفليكتس اللي هتبقى اقل، وبالتالي هيبقى ان البروجكت مانجر هيقدر يتخذ القرارات بشكل سريع وفي نفس الوقت في مرونة، لان هو اللي بيتخذ القرار هيبقى عنده قدر من المرونة ان هو على حسب الوضع والسيتويشن اللي هو شايفه يقدر يغير القرار بتاعه، على عكس ما يكون في شخص تاني لازم يرجع له فانكشنال مانجر ايا كان بقى الماركتينج او السيلز لازم يرجع له عشان يتخذ القرار. ده يؤدي الى حدوث كونفليكت ومشاكل، ده زي ما كان موجود في الاستراكشر الاولاني اللي اتكلمنا عنه اللي هو الايه انفانكشنال. فما يميز البروجكتايزد اورجانيزيشن ستراكشر عن الفانكشنال انه هنا الديسيجن ميكنج هيبقى اسرع، لان المسؤول الاول والاخير عن المشروع هو البروجكت مانجر. بالتالي ده هيؤدي لان الكوميونيكيشن هيبقى سريع، بما انه المسؤول اللي ليه السنجل اوثوريتي واللي ليه سنجل ريبورتنج هو البروجكت مانجر، فبالتالي الكوميونيكيشنز هيبقى اسرع. انا على طول لو في اي حاجه انا كتيم ممبر هرجع للبروجكت مانجر، هو هيبتدي يتعامل مع المشكله، مثلا لو انا بقوله على حاجه معينه هيتعامل بسرعه، فبالتالي هيبقى لو او حتى الستيك هولدرز عندهم حاجه معينه او مشكله معينه هيرجعوا على طول البروجكت مانجر، بروجكت مانجر هو اللي بيكون مسؤول انه يحل وهيحل على طول المشكله، فهتلاقي ان في سرعه في الاداء. طيب زي ما قلنا كده، هتلاقي زي ما قلنا انه التيم ممبرز هيكونوا عندهم تنوع ويكون عندهم مرونه، يعني تيم ممبر بيتنقل من مثلا مشروع لمشروع، فبالتالي هتلاقي عنده مرونه، ما هواش التيم ممبر ده مخصص للعمل في وظيفه معينه او في حته معينه جوه مشروع ما بيغيروش، لا ممكن ينتقل من مشروع الى مشروع اخر، وبالتالي هتلاقي عنده هتلاقي عندك تيم ممبرز متنوعين وهتلاقي عندك مرونه بانه بينتقل من مشروع الى مشروع اخر، لما بيخلص بيتنقل لمشروع تاني. هنا برضو من ميزات البروجكت اورجانيزيشن ستراكشر ان الكالتشر از ادابتيف، يعني ايه الثقافه هنا متكيفه، يعني انا اكيد لما هكون في مشروع معين مع ناس تانيين هكون ثقافه معينه، هروح مشروع تاني هكتسب من ثقافات الناس التانيه اللي انا شغال معاهم، فبالتالي هيبقى عندي ثقافه متنوعه باني بقابل ناس كتيره مختلفه، فبالتالي انا بتعلم من الاذرز اكسبيرينس، وفي نفس الوقت باشير معاهم باشارك معاهم الاكسبيرينس بتاعتي. يبقى دي كده الادفانتجز بتاعه البروجكت او البروجكتايزد اورجانيزيشن ستراكشر. طب لو جينا بقى للديس ادفانتجز بتاعه البروجكتايزد اورجانيزيشن ستراكشر،
اول حاجه خالص ان انا بما اني بدي السلطه المطلقه للبروجكت مانجر، فده ممكن يخليه متعجرف. متعجرف بمعنى انه انا في ايدي كل الصلاحيات، فبالتالي لو اي حد قال له اي حاجه هو مش مقتنع بيها مش هينفذها، او ممكن ما ياخدش في الاعتبار اي حد بيقول له راي صائب. فبالتالي ممكن السلطه المطلقه اللي ياخدها بروجكت مانجر دي تخليه متعجرف، فتؤدي الى انه يحصل انه بما انه كل حاجه بتتنفذ عن طريق شخص واحد، فممكن التعجرف ده يؤدي الى بعض من الايه من المشاكل. بروجكتس دايما برضو لما بيكون انت ماشي بنظام الاستراكشر عباره عن بروجكتس اورجانيزيشن ستراكشر، انت بتبقى حاطط سكيدولز وديدلاينز للمهام الفلانيه هتخلص في التاريخ الفلاني، ان احنا مثلا هنخلص مرحلة ان احنا نشتري الرو ماتيريالز مثلا هتنتهي بتاريخ مثلا 20 ديسمبر 2021، يعني اقصد سنة 2021. فبالتالي انت بتبقى محدد قوي بديدلاين، ده ممكن بيخلي الانفايرومنت بتاعت العمل فيها ستريس، في ضغط جامد على التيم ممبرز. تالت عيب انه في يبقى في بور كوميونيكيشن، او ان التواصل بينك وبين الفانكشنال مانجرز والاقسام اللي هي موجوده بقى في الشركه. في الشركه بما ان انا كمدير بروجكت مانجر انا اللي ليا كل الصلاحيات، ممكن يكون في كوميونيكيشن بيني وبين الفانكشنال ديبارتمنت اللي في الشركه وما بين البروجكتس التانيه، بقيه المشاريع اللي ممكن تكون في المحافظات التانيه او في المدن التانيه، مفيش كوميونيكيشن قويه بيني وبينهم. فبالتالي الريسورسز ممكن ما تكونش بتتقسم بشكل صح. تالت رابع بقى نقطه او رابع عيب انه التيم ممبرز بيحسوا بعدم الامان، الانسكيورتي. ليه؟ لان هو ممكن بعد ما البروجكت ينتهي كده خلاص فقد الوظيفة بتاعته، خلاص ممكن يبقى فيه بروجكت تاني، ممكن ما يبقاش فيه مشروع تاني، فبالتالي يفقد الوظيفة بتاعته، وبالتالي ده بيخلي اللويالتي الولاء للمنظمة قليل. يبقى هو عنده، لو جينا كده بصينا رجعنا للأدفانتج، هو ليه ولاء للأهداف بتاعة البروجكت اللي هو شغال فيه، ولكن ينقصه الولاء للمنظمة ككل، ان هو مجرد ان هو هيخلص المشروع هو ممكن كده خلاص وظيفته انتهت وانتهت علاقته بالorganization، مش مضمون ان هو ينتقل لمشروع تاني للorganization في محافظة تانية. فدي تبقى من العيوب اللي بتواجه هذا النوع من انواع الهياكل التنظيمية. زي ما احنا كده شايفين لو بصينا للفانكشنال او البروجكتايزد هنلاقي ان كل واحده ليها بعض من المميزات وبعض من العيوب. مفيش هيكل هتلاقيه كل مميزات مفيهوش عيوب، لا، كل واحد بيبقى ليه مميزات وعيوب. في النهايه انا هختار على حسب نوع البروجكت بتاعه، على شويه حاجات احنا هنقولها ان شاء الله في السلايدز القادمه، انا اختار انهي نوع هيمشي معايا. يعني احنا مثلا قلنا ان الفانكشنال organization structure بتبقى مناسبه اكتر في حاله انه الاورجنايزيشن كان حجمها صغير. البروجكتايزد بتبقى مناسبه اكتر لما يكون حجم الشركه اكبر، لان كده كل ما بتكبر بحتاج ان انا الاقي شخص هو اللي يكون مسؤول بشكل كبير عن المشاريع اللي هي ممكن تكون بتبقى في اماكن بعيده خالص عن المقر الرئيسي للاورجنايزيشن. لو جينا برضو اخر عيبين في البروجكت اورجانيزيشن ستراكشر، ان الكوست بتاعه الامبلويز والاكويبمنت ممكن تكون عاليه. ليه هتبقى عاليه؟ زي ما قلنا ان الموظف اللي انا مشغله في المشروع ده ممكن مع انتهاء المشروع خلاص كده تعاقده مع الشركه ينتهي، ما هوش موظف اساسي جوه الشركه. فبالتالي بما اني انا ممكن هكون كده بستاجره لفتره قصيره، فانا بدفع له اكيد مرتب او في الشهر اعلى من الموظف الدائم اللي عندي، فبالتالي التكلفه بتاعته عليا هتبقى عاليه. برضو الاكويبمنت انا ممكن اكون بجيب معدات هي للمشروع ده وبس،
فبانتهاء المشروع الاكويبمنت دي ممكن ما تكونش مفيدة بالنسبة لي، ممكن ما يكونش هستخدمها تاني، فبالتالي دي كوست عندي بتبقى ايه، عالية. برضو زي ما قلنا انا الامبلويز دي ممكن تنتقل من مشروع لمشروع تاني، فبالتالي هي ما هياش سكيلد في حتة معينة، انا عمالة انقله مشروع لمشروع لمشروع، فالسكيلز بتاعته ما هي مش هتكون مرتفعة قوي، فبالتالي ده ممكن يؤثر على الكواليتي بتاع المخرجات النهائية للبروجكت اللي انا عايزه، ممكن يؤثر مثلا على الكواليتي النهائية بتاعت المنتج النهائي اللي انا عايز اعمله، لانه الامبلوي ما هواش او التيم ممبر ما هواش سكيلد بشكل متخصص قوي في حته معينه، لا ده انا باخده من بروجكت ممكن يكون في شويه اختلافات، واخده في بروجكت تاني في اختلافات تانية، فهو عمال يكون سكيلز ممكن ما تكونش كلها متخصصه في حته معينه، فده في النهايه ممكن يأثر على جوده المنتج النهائي بتاعه المخرج النهائي اللي هي الاورجانيزيشن كانت عايزة تحققه من ورا البروجكت ده. لو جينا للنوع الثالث وهو اسمه الماتريكس اورجانيزيشن ستراكشر او الهايبرد، الهايبرد او الماتريكس هي ممكن ساعات هتلاقي بعض الكتب بتكتبه هايبرد وممكن بعض الكتب هتلاقيها بتكتبه ماتريكس. ماتريكس يعني مصفوفة، وهايبرد يعني زي ما تقول كده هجين. طب ليه هي متسمية الاسماء ده؟ زي ما باين هو هنا من الشكل حتى بتاع الاستراكشر بتاعها ان هي عبارة عن مصفوفة هجين. ليه؟ لان في تداخل ما بين ادي انا عندي كده كيف الهيكل ده، انا عندي كذا بروجكت، عندي بروجكت واحد، عندي مشروع رقم واحد ومشروع رقم اتنين وتلاتة واربعة، وكل مشروع ليه مدير، وعندي فوق المدير بتاع كل مشروع عندي دايركتور اوف البروجكتس، عندي اللي هو بقى اللي فوق كل البروجكت مانجرز ده اللي هو الدايركتور اللي هو بيبقى عليه الاشراف على كل البروجكت مانجرز، يعني ده بيشرف الدايركتور اوف بروجكتس بيشرف على الاعمال اللي بيقوم بيها البروجكت مانجر رقم واحد وعلى المدير مشروع رقم اتنين وتلاتة واربعة. في تداخل ما بين بقى هنا البروجكت مانجر رقم واحد ما بين الفاينانشال مانجر اللي هو احنا لو جينا نقول كده ان دول كده عبارة عن الفانكشنال مانجرز. زي ما قلنا ان الفانكشنال مانجرز بيبقى مكون من ادي هو فاينانشال مانجر، الماركتنج مانجر، الار ان دي مانجر، ففي تواصل ما بين ادي هو مدير مشروع رقم واحد على صلة بالمدير المالي وعلى صلة بمدير التسويق وعلى صلة بمدير الأبحاث والتطوير وعلى صلة بالمدير الإنتاج. هنا يمكن ال HR manager ملوش علاقة قوي بالموضوع، فعشان كده هو مش موصول لحد الآخر، فبالتالي أدي هو هنا نفس القصة للبروجكت manager رقم اتنين على صلة، نفس القصة بكل functional managers، عشان كده هي اتسمت مصفوفة، سمت ماتريكس، لان زي ما انت هتلاحظ ان كل مدير مشروع على صلة بالفانكشن مانجرز المختلفين بتوع المنظمة، وتسمت وفي ناس سمتها هجين لان كده هي زي ما تقول كده مزيج ما بين الفانكشنال استراكشر اللي احنا اتكلمنا عليها اول حاجة ما بين البروجكتايزد استراكشر اللي احنا اتكلمنا عليها تاني حاجة، فهي هجين او خليط ما بين النوعين الاولانيين اللي احنا اتكلمنا عنهم، عشان كده هتلاقي بعض الكتب بتسميها ماتريكس وبعض الكتب بتسميها هايبرد. طيب الماتريكس اورجانيزيشن ستراكشر دي زي ما قلنا كده هي عبارة عن مزيج من الفانكشنال اورجانيزيشن ستراكشر والبروجكتايزد اورجانيزيشن ستراكشر، هي عبارة عن مزيج من الاثنين من الهياكل دول. طيب بالتالي انا عندي تو تشينز اوف كوماند، يعني انا دلوقتي الاوامر بتبقى جايه من ناحيتين، جايه من ناحيه الفانكشنال مانجرز ايا كان بقى الماركتنج او المانيفاكتور، وفي سلسله اوامر تانية جايه من البروجكت مانجر، فبالتالي البروجكت بارتيسيبانتس اللي هم البروجكت تيم هيضطروا ان هم لما يجوا يقدموا ريبورت هيقدموه
للفانكشنال مانجر وهيقدموه للبروجكت مانجر، فبالتالي هو كده ما بقاش في واحد بوس مدير عليهم، لا ده بقى فيه اتنين. بقى كده بيضطر ان هو يعمل الريبورت بتاعه لشخصين، بدل ما كان مثلا في الفانكشنال واحد وفي الـ وفي البروجكتايزد واحد، لا ده هنا هيضطر انه يعمل اتنين ريبورت. زي ما قلنا انه في حالة الاول نوع اتكلمنا عنه فانكشنال ستراكشر، هو الباور الاكبر كان للفانكشنال مانجرز ان كان هو مانفاكتورنج او ماركتنج، فبالتالي معظم او انت ممكن تكون بتعمل ريبورت بسيط للبروجكت مانجرز، ولكن في الاساس كل الشغل بيتعمل له ريبورت للفانكشنال مانجر بشكل اوسع ونطاق اوسع. لكن هنا في الحالة دي البروجكت تيم بيدي ريبورت مثلا نفس الريبورت اللي بيديه للفانكشنال بيديه برضو لمين؟ للبروجكت مانجر. ولكن هنا في الحالة دي هنا ال 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 السلطة هتكون مختلفة شوية، تقسيمة السلطة ما بين البروجكت مانجر وما بين الفانكشن مانجر، وده هنشوفه ان شاء الله لما نيجي نقول انواع المختلفة للماتريكس، لان الماتريكس اورجانيزيشن ستراكشر ليها ثلاث انواع ما هيش نوع واحد. طيب انا في حالة استخدامي للماتريكس ستراكشر انا بعمل اوبتمايزيشن، بعمل تعظيم لاستخدام الموارد، لان دلوقتي كده الناس كلها بقت على صلة، انا كبروجكت مانجر على صلة بالفانكشن مانجرز، فاستخدام ريسورسز هيبقى فيها كفاءة، لان كده كل الناس متصلة ببعضها، بالتالي هيكون برضو هيبقى فيه المالتيبل بروجكتس، فبالتالي ممكن انا اكون على علاقة برضو ببروجكت اللي في جدة ليه علاقة بالبروجكت اللي في ابها، فبالتالي ما اجي انا استخدامي لريسورسز احنا كمشاريع هنقدر ان احنا ايه يكون في بينا توافق، فاقدر استخدم ريسورسز بافضل طريقة. نقطة مهمة ان انا ممكن انا كموظف في الشركة اكون شغال في المشروع، يعني انا كده ليا زي ما اتقال كده بشكل مجازي ليا وظيفتين، انا شغال مثلا في قسم التصنيع في الشركه، ولكن انا دلوقتي اتخذت مكاني مثلا وموجود في البروجكت مثلا في جده، فبالتالي انا هقوم بمهامي الوظيفيه الطبيعيه اللي انا بعملها، وفي نفس الوقت هقوم بمهامي في البروجكت، فده بيؤدي لانه الديوتيز بتاعتك هتبقى اكبر. طيب لو جينا ايه هي المميزات بتاعت النوع ده الاستراكشر، ايه ميزة ان انا اعمل ماتريكس؟ زي ما احنا شايفين ده كده استراكشر معقد اكثر تعقيدا من النوعين الاولانيين، يعني هو اكثر تعقيدا من الفانكشنال اورجانيزيشن ستراكشر، ومعقد اكتر من البروجكتايزد اورجانيزيشن ستراكشر. طب ليه تم عمل، يعني ايه المميزات اللي فيه مش موجوده في الانواع اللي احنا ذكرناها سابقا؟ اول حاجه ان هي بتسمح بالكروس كولابوريشن بين الستاف اند ديبارتمنت، اللي هو ليه؟ لان انا زي ما قلت كده انا ممكن العلاقه بيني وما بين الاقسام المختلفه للشركه، انا كبروجكت مانجر والتيم بتاعي يبقى علاقه قويه بالاقسام المختلفه داخل الشركه، وممكن يكون كمان كتير من الموظفين اللي شغالين داخل الاقسام هم نفسهم الموظفين اللي شغالين مثلا في بروجكت معين، فبالتالي ده بيخلي فيه تعاون كبير جدا جدا ما بين الفانكشنال مانجرز والديبارتمنت بتاعتهم وبين البروجكت مانجر والستاف اللي شغال معاه. تاني حاجه الماتريكس ستراكشر بتخلي انه في كده سكيلد تيمز، يعني انا كده التيم بتاعي بقى عنده مهارات عاليه، لان انا باخد كل الناس اللي انا محتاجهم من الاقسام مثلا من different department اللي عندي، باخد الناس اللي skilled، وبالتالي هقدر ان انا بدل ما احتاج ان انا اجيب ناس من برا الشركة هم اللي يقوموا بهذه الوظائف، يعني ابتدي زي ما احنا قلنا مثلا في projectized organization structure انا ممكن اعين ناس من برا الشركة بانتهاء دورهم او بانتهاء المشروع خلاص،
الناس دي هتمشي. لا ده انا في حالة الماتريكس انا جايب ناس من داخل المنظمة نقلتهم معايا للبروجكت اللي انا بعمله في مدينة ما، فبالتالي انا محتاجتش ان انا اجيب حد من اوتسايد او من خارج المنظمة، فبالتالي الناس دي هتبقى فاميليار اكتر او عندهم معرفة اكتر بالاورجانيزيشن من هم في الاساس شغالين جوه الاورجانيزيشن وعندهم سكيلز عالية. في نفس الوقت زي ما قلنا هم عندهم سكيلز، في نفس الوقت هيحصل تطور للسكيلز بتاعتهم. ليه؟ لان هم كانوا شغالين في اقسام الشركة وكمان جبتهم يشتغلوا في المشروع، فيبتدوا يكونوا كمان سكيلز جديدة. مستو بقى احنا قلنا انه في حالة بروجكتايزد من الـ من الديس ادفانتج بتاعتها ان التيم ممبرز حاسين انهم في انسكيورتي، حاسين بعدم الامان. ليه؟ اللي احنا قلنا ان هو بانتهاء المشروع هو ممكن يفقد الوظيفة بتاعته، على عكس هنا في الماتريكس هو في الاساس موظف داخل الشركة وانا اخدته يشتغل في المشروع، فبالتالي اول ما ينتهي المشروع هو هيدنه موجود وهيرجع لشغله الاساسي، فبالتالي في احساس بالامان داخل المنظمه. طيب لو جينا للديس ادفانتج بتاعه الماتريكس اورجانيزيشن ستراكشر، ايه هي الديس ادفانتج؟ زي ما قلنا انه اي ستراكشر ليها عيوب وليها مميزات. اول عيب خالص ان التيم ممبرز بما انهم ليهم مسؤوليات فانكشنال ديوتيز داخل الشركه وبقى ليهم كمان مسؤوليات داخل البروجكت، فبقى كده في عندهم مسؤوليات بقت اكبر بكتير، فممكن يبقى مش عارف او هو مش فاهم ازاي هيقدر يوفق الوقت بتاعه ما بين مسؤولياته الاساسيه داخل الشركه وما بين مسؤولياته في المشروع، فبيعمل misconceptions، يعني انه بيحصل شويه لخبطه كده عند التيم ممبرز انه انا في الاول كنت بشتغل حاجه واحده دلوقتي بقى عندي شغلانتين، طب انا هوفق ازاي ما بين الاثنين. دي كده تعتبر من اول العيوب، كمان من يعني اهم العيوب بتاعه هذا النوع من الاستراكشر. تاني حاجة بما انه دلوقتي بقى في تداخل اللاين مانجرز، المقصود هنا باللاين مانجرز اللي هم الفانكشنال مانجرز، بقى كده بما انهم كده بقوا دخلوا مع البروجكت مانجر، وزي ما قلنا ان هي بقت مصفوفة في علاقات بين البروجكت مانجر وبين الفانكشنال مانجرز، فكده ممكن يحصل كونفليكت بينهم، بعض من النزاعات على توزيع الموارد. ليه؟ لانه مش زي النوع اللي احنا ذكرناه اللي هو بروجكتايزد اورجانيزيشن ستراكشر انه بيبقى التحكم الكامل البروجكت مانجر على ريسورسز، لا على عكس منه في الماتريكس، لا ده في تداخل ما بين الفانكشنال او اللاين مانجرز والبروجكت مانجرز على توزيع ريسورسز، فبالتالي ممكن يحصل شويه نزاعات. طيب تالت حاجة decision making process can be slowed، يعني ايه؟ يعني ان اتخاذ القرارات، عملية اتخاذ القرارات ممكن تبقى ابطأ، زي ما قلنا. ليه؟ لانه دلوقتي ما بقتش عملية اتخاذ القرار سلطة مطلقة للبروجكت مانجر، لا بقى يدخل فيها كمان اللاين مانجرز، فبالتالي ممكن ياخد وقت اطول على ما اعرف اتخذ قرار. too much work can cause overload، يعني ممكن انا زي ما قلت كده في اول عيب انه التيم ممبرز بقى ليهم وظيفتين، وظيفه فانكشنال اللي هو داخل الديبارتمنت بتاعه القسم بتاعه، وبقى ليه كمان وظيفه داخل البروجكت، فبالتالي ده هيبقى هيؤدي لان في too much work عليه، فبالتالي ممكن يبقى الشخص overloaded، يعني بقى عنده مهام اكتر من الطاقه بتاعته. خامس حاجة ان انا عشان اعمل عملية تقييم لاداء الموظف، ان انا اعمل measuring للامبلوي performance، ده ممكن تبقى حاجة صعبة، لان انا كبروجكت مانجر مش انا بس المسؤول الوحيد ان انا اقيم الموظفين، ده انا كمان بقى داخل معايا الفانكشنال مانجر، فمين فينا اللي هيعمل اداء؟ يعني انا ممكن كبروجكت مانجر ابقى شايف الشخص ده والله ممتاز جدا 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 وكفء جدا جدا، ممكن يكون فانكشن مانجر على العكس شايف ان اداؤه متوسط، فانا هاجي دلوقتي عايز اعمل قياس لاداء الموظف ده،
فمين فينا اللي هيدي اللي هيدي التقييم النهائي للموظف؟ فده بيعمل مشكلة في ان انا اعرف اقيم الموظفين اللي شغالين. طيب زي ما انا قلت لكم الماتريكس ستراكشر كومبلكس هي معقدة، وبالتالي ممكن تؤدي الى ان عملية ادارتها تبقى صعبة. لو جينا ادينا مثال على كده ممكن ان يحصل اختلاف او في وجهات النظر ما بين البروجكت مانجر وما بين اللاين مانجر، هيقع في النص التيم ممبرز، هيقع في النص ما بينهم، يعني التيم ممبرز في النص هيقعوا ما بينهم، مش عارفين يمشوا ورا كلام البروجكت مانجر ولا اللاين مانجر، او يعني مش عايزين يخسروا واحد من الاثنين، فبالتالي بيحصل بعض من الديفيكولتيز، بعض من الايه، من المشاكل. اخر حاجه الانكلير لاين اوف اوثوريتي، ان دلوقتي ما بقاش واضح خط السلطه مين. ده انا عندي تو بوسز، انا فوقيه اتنين مديرين، انا بعمل لهم ريبورت، بعمل ريبورت مزدوج، واحد للبروجكت مانجر وواحد للفانكشنال مانجر، فده بيعمل كونفيوجن، بيعمل لخبطه للبروجكت تيم ممبرز، لان دلوقتي السلطه ما بقتش مطلقه في ايد البروجكت مانجر ولا هي مطلقه في ايد الفانكشنال مانجر، فانا بعمل ريبورت لشخصين وبالتالي عليا اتنين مديرين، فده بيعمل شويه كونفيوجن، لخبطه للتيم ممبرز اللي شغالين في المشروع. طيب زي ما احنا شايفين كده كل نوع من الانواع ليه عيب وليه ميزه. طيب انا ابتدي اختار ازاي، يعني انا هختار ازاي بين هذه الانواع المختلفه؟ احنا حتى هنلاقي انه الماتريكس اللي احنا بنتكلم عليها ليها كمان جواها انواع، يعني ما هوش نوع واحد. يعني هنلاقي مثلا انه الماتريكس ستراكشر اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي ليها ثلاث انواع. اول نوع خالص السترونج ماتريكس ستراكشر، دي ممكن تقول ان هي الاقرب للستراكشر بتاعه البروجكتايزد اورجانيزيشن ستراكشر. ليه؟ لان فيها بيبقى البروجكت مانجر هو اللي مسؤول عن هو المسؤول الاول عن المنظمه، فدور الفانكشن مانجر تحت السترونج ماتريكس بيبقى قليل او ضعيف، فبالتالي ده اقرب شكل من اشكال الماتريكس ستراكشر اللي هو يعتبر قريب قوي من البروجكت او بروجكتايزد ستراكشر اللي بيبقى فيه السلطه. في حاله السترونج ماتريكس السلطه الاكبر بتبقى للبروجكت مانجر. لو جينا للويك ستراكشر ده هيبقى على العكس، هنا الفانكشنال مانجر هو اللي ليه السلطه الاكبر، السلطه الاكبر بتقع في ايد الفانكشنال مانجر، ولذلك هي تعتبر شبيهه بالفانكشنال اورجانيزيشن ستراكشر اللي احنا اتكلمنا عليها اول حاجه، وبالتالي بيبقى دور البروجكت مانجر فيها ضعيف. لو احنا جينا للنوع الثالث وبتسمى البالانسد ماتريكس، ودي مقصود بالبالانس ان في توازن، هنا البروجكت مانجر والفانكشنال مانجر بيبقى ليهم تقريبا نفس حجم السلطه على المشروع. الحته دي مهمه جدا جدا انك تعرف تفرق ما بين الانواع المختلفه للماتريكس اورجانيزيشن ستراكشر، وانك تعرف تحت كل واحد مين اللي ليه السلطه الاكبر، مين المسؤول الاول عن المشروع. طيب احنا دلوقتي كده شفنا عدة انواع من الستراكشرز اللي بتتبناها الشركات. لو احنا جينا بقى نلخص الموضوع ونشوف، لو جينا عملنا بقى كومباريزون، عملنا مقارنة ما بين كل الانواع اللي احنا اتكلمنا عنها دي، لو جينا كده قلنا نيجي نعمل كده جدول حلو يجمع لي كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها. لو جينا اول حاجه في الديسكريبشن او في الوصف ان انا اوصف، هقول انه في حاله الفانكشنال ستراكشر اللي احنا اتكلمنا عليها اول حاجه انه في تراديشنال اورجانيزيشن وذ ا دايركت سوبرفيجن، هنا هي منظمه تقليديه خالص وفي سوبرفيجن بشكل مباشر من الفانكشنال مانجر على البروجكت المانجر. اللي احنا قلنا فانكشنال هو السلطه بتبقى للفانكشنال مانجر مش للبروجكت مانجر. طيب لو جينا للويك ماتريكس
زي ما احنا لسه كنا قايلين الاتنين بيتشاركوا المسؤولية. هو هنا البي ام مقصود بيه البروجكت مانجر، والاف ام مقصود بيه الفانكشنال مانجر. بيتشاركوا هما الاتنين المسؤولية، ولكن اللي ليه المسؤولية الأكبر هو مين؟ الفانكشنال مانجر. لو جينا للنوع اللي بعد كده اللي هو البالانسد، هيكون الاتنين بيشاركوا ايكوال اثوريتي، هما اتنين ليهم نفس الايه الاثوريتي. لو جينا للسترونج، لا هيكون الاثوريتي الاكبر للبروجكت ايه مانجر. في حاله البروجكتايزد ستراكشر، لا ده هنا البروجكت مانجر هو ليه السلطه المطلقه لوحده على المين، على السلطه، وبالتالي ما بيظهرش اساسا الفانكشنال مانجر، او ما بتظهرش بشكل واضح الفانكشنال ديبارتمنت داخل البروجكت، ما بقاش ليهم ايه سلطه. طيب وطبقا لذلك يبقى البروجكت مانجر هنا اثورتي بتاعته هتبقى فيري لو في الفانكشنال، هتبقى في الويك ماتريكس لو. في البالانسد هتبقى من لو لميديوم، يعني ممكن تقول كده ان هي يا اما لو، لانه طبعا مفيش حاجه اسمها ايكوال بالظبط متساويه بالظبط، يا اما هو هيبقى اعلى شويه من الفانكشنال مانجر، يبقى اما هيكون اقل شويه من الايه من الفانكشنال مانجر. بعد كده هتيجي للسترونج ماتريكس، طبعا البروجكت مانجر هو اللي بيبقى ليه من ميديوم لهاي اللي هو الاعلى، زي ما قلنا لازم واحد هيبقى اعلى، فهو البروجكت مانجر هو اللي بيبقى ليه السلطه الاعلى. اقوى حاجه خالص بيبقى البروجكت مانجر ليه فيها سلطه هو في حاله البروجكتايزد ستراكشر، بيبقى ليه اعلى ايه سلطه. ولكن انا لما اجي اسالك في السترونج، في السترونج ماتريكس اكيد البروجكت مانجر هيبقى دي السلطه الايه الاعلى. بعد كده هنيجي نتكلم على ريسورس افيلابيليتي، اتاحه الموارد. انا كبروجكت مانجر ماليش الحق ان انا يبقى لي السلطه على الموارد او اقول ايه الموارد اللي تتجاب ودي موافقه عليها. برضو نفس القصه او شبهها في اللو في الويك ماتريكس، برضو انا ريسورس افيلابيلتي ان يبقى البروجكت ليه ريسورسز ليه هو وحده، ما بيشاركهاش مع بقيه البروجكتس او ما بتقسمهاش مع الفانكشنال ديبارتمنت بتاعه الشركه، بيبقى لو. في حاله البالانسد ممكن تبقى متوسطه، ان يبقى فيه ريسورسز مخصوصه للبروجكت ده ما فيش حد يتشاركها معايا. في حاله السترونج ماتريكس تبقى من ميديوم تو هاي. في حاله البروجكتايزد ده انا تقريبا معظم الريسورسز بتبقى مخصوصه فقط للبروجكت بتاعي، وانا كبروجكت مانجر بدي ابروفال ان انا عايز او بدي موافقه ان انا عايز الحاجات دي. في حاله البروجكت مانجر انفولفمنت، يعني مدى يعني الشخص ده بيشترك مع الشركه ازاي، او عقده مثلا مع الشركه يكون ازاي. في حاله الفانكشنال بروجكت مانجر ده بيبقى بارت تايم، بمجرد ما ينتهي المشروع بينتهي دوره مع المنظمه. في حاله الويك ماتريكس نفس القصه، البروجكت مانجر بيكون بينتهي دوره مع انتهاء المشروع. لو جينا للبالانسد، لا بيبقى فول تايم، يعني انا اشتغل مثلا معايا في البروجكت ده ممكن اخده بعد كده لبروجكت تاني وتالت ورابع. ده نفس القصه في البالانسد، في البالانسد وفي السترونج ماتريكس وفي البروجكتايزد. طيب لو جينا بقى، ده احنا كنا بنتكلم دلوقتي على البروجكت مانجر وطبيعه عقده او شغله مع الشركه هتكون ازاي. لو جينا بعد كده للستاف بقى اللي شغالين معايا الموظفين، في حاله الفانكشنال انا بجيب موظفين تشتغل في المشروع، وبانتهاء المشروع ممكن ان انا ايه خلاص ينتهي دورهم ويمشوا. ونفس القصة في الويك ماتريكس، ونفس القصة في البالانسد ماتريكس، كلهم بيبقوا شغالين غالبا بارت تايم. لكن في السترونج ماتريكس والبروجكت وبروجكتايزد، لا دول شغالين هم، انا جايبهم مخصوص عشان المشروع ده، هو شغال فول تايم تمام كده. لكن انا في حاله الفانكشنال او البالانسد ماتريكس او الويك ماتريكس، انا بشغلهم بارت تايم في المشروع.
وبالتالي ممكن مع انتهاء المشروع يرجعوا لوظائفهم، يعني خلاص يرجعوا يعني لشغلهم الأساسي داخل المنظمة. يعني هو كشغال مثلا دي فانكشن معينة داخل الشركة، شغال في قسم الحسابات، هرجعه تاني قسم الحسابات. ده في حالة الفانكشنال أو الويك ماتريكس أو البالانسد ماتريكس، إن هو شغال بارت تايم، ممكن يكون ليه بعض الوظائف اللي بيؤديها داخل المنظمة، فبالتالي أول ما هيخلص المشروع هيرجع تاني لدوره الأساسي اللي كان موجود في المنظمة. على عكس من هنا في السترونج ماتريكس والبروجكتايز، ده أنا واخده فول تايم لداخل لداخل المشروع. بانتهاء المشروع ممكن الشخص ده يفقد خلاص كده انا مش محتاجه، فممكن ايه يمشي. لكن هنا في حالة البارت تايم هو شغال جزئيا للبروجكت، اول ما هينتهي البروجكت هيرجع بشكل كامل لوظيفته الأساسية اللي داخل الايه المنظمة. يبقى هنا في البروجكت مانجر هو انا شغال بارت تايم، يعني ممكن يكون البروجكت مانجر ده ممكن يكون هو اساسا احد المديرين داخل الشركه وليه شغله الاساسي داخل الشركه، فبالتالي انا شغال بس بارت تايم على المشروع. اول مشروع ينتهي هينتهي دوره مع المشروع، ممكن يرجع لوظيفته الاساسيه داخل الشركه. في الفول تايم هو شغال بشكل كامل للمشروع، ومع انتهاء المشروع ممكن ما يكونش ليه هو اساسا ملوش دور داخل المنظمه، فمع انتهاء المشروع هيمشي خلاص. هو شغال فول تايم وانا جايبه بس عشان يشتغل للمشروع ده، ومع انتهاء المشروع هيمشي ويسيب المشروع. على عكس بارت تايم هو ممكن ليه دور، او انا اساسا ده احد المانجرز اللي موجودين داخل المنظمه وانا اخدته بس ان هو هيشتغل بارت تايم على المشروع، وفي نفس الوقت بيشتغل على شغله الاساسي، وبعد ما ينتهي المشروع هيرجع كاملا وقته لدوره الاساسي داخل الايه داخل المنظمه. طيب انا لو كده جينا نقول بقى إيه، طبعا الادفانتج اللي مكتوبه هنا والديس ادفانتج هي مكتوبه بشكل مختصر، يعني انت طبعا لازم هترجع للادفانتج والديس ادفانتج اللي احنا قايلينهم بالتفصيلا فوق، بس احنا عشان كده تبقى نحاول نلخص او نشوف صوره كبيره للموضوع كله على بعضه ازاي. زي ما قلنا هنا في الفانكشنال ستراكشر، الفانكشنال مانجر هو اللي بيبقى ليه المسؤوليه على المشروع. في الويك ماتريكس البروجكت مانجر بيبقى ليه بعض بس ضعيف، يعني بيبقى ليه بعض من الاثوريتي بس بتبقى بياخد بعض، يعني هنا حتى كاتبها صم، ولكن الاثوريتي ليه بعض من الاثوريتي، ولكن برضه الاثوريتي الاكبر بتبقى للفانكشنال مانجر. في حالة البالانسد بيبقى فيه الاثنين تقريبا بيبقى ليهم ايكوال ريسبونسابيلتي على المشروع. في حالة السترونج ماتريكس الاثوريتي بتبقى اكبر على للبروجكت مانجر. في حالة البروجكتايزد ستراكشر لا، ده الفول اثوريتي واللي بيعمل مانجنج تقريبا لكل حاجة هو لوحده، مفيش حد معاه، مفيش فانكشنال مانجر اساسا بيظهر في القصة. هنا بروجكت مانجر هو المسؤول عن كل ايه عن كل حاجة. طبعا ديس ادفانتج هنا ان البروجكت مانجر تقريبا ملوش اثوريتي او الاثوريتي بتاعته بتبقى ضعيفة تحت الفانكشنال ستراكشر. هنا الاثنين هنا في حالة الويك ستراكشر، بما ان الفانكشنال مانجر ممكن يشوف البروجكت مانجر كتهديد او ان هو يحصل كونفليكت، لانه صحيح هو ملوش مسؤوليات البروجكت مانجر غير حاجات ضعيفة او قليلة، ولكن هو برضه بيشارك مع الفانكشنال مانجر في المسؤولية، فممكن يحس فانكشنال مانجر ان البروجكت مانجر بيسبب له بعض من التهديد. نفس القصة لو جينا هنا في البالانسد، الاثنين تقريبا ليهم نفس المسؤولية متساوية، فبالتالي ممكن يحصل confusion في الإدارة بين الاثنين. الفانكشن مانجر هنا في حالة السترونج مانجر في حالة السترونج ماتريكس، هنا تقريبا هو بيحس ان هو خارج الموضوع. فانكشن مانجر بيحس ان هو مسؤولياته وصلاحياته ضعيفة جدا، لان معظم المسؤوليه ان معظم المسؤوليه بتبقى على البروجكت مانجر. بعد كده في حاله البروجكتايزد ستراكشر بيبقى معظم او كل هو تقريبا هو مش ظاهر اساسا الفانكشنال مانجر في الموضوع، كل
المسؤولية بتبقى على البروجكت مانجر. ودي كده صورة عامة وضحت لك المقارنة لكل الكلام اللي احنا اتكلمناه. لازم برضو تبقى عارف تفصيلا الادفانتج والديس ادفانتج بتاعت كل نوع من انواع الاستراكشرز. طيب انا اجي دلوقتي عايز اختار، الشكل المناسب، يعني دلوقتي قلت استراكشرز مختلفة، انا كبروجكت مانجمنت بقى بالنسبة لي مين هيكون احسن استراكشر للبروجكت؟ زي ما قلنا لازم البروجكت مانجر يبقى عارف طبيعة الشركة اللي داخل عليها، وعارف تقسيمة الاستراكشر بتاعها ماشي ازاي، عشان خاطر يقدر يحدد هو هيتعامل ازاي وحدود صلاحياته هتبقى ايه. زي ما قلنا انه تحت كل استراكشر البروجكت مانجر بيبقى ليه حدود صلاحيات، فهو من البداية قبل ما يدخل في مشروع لازم يبقى عارف واجباته وصلاحياته ومسؤولياته، عشان نشوف ده هيتناسب معاه ولا مش هيتناسب معاه. طب لو جينا نقول بقى انا عشان اختار افضل استراكشر للبروجكت مانجمنت، اول حاجة بيتحدد على اساس السايز اوف ذا بروجكت. طب لو هو السايز اوف بروجكت مثلا حاجة صغيرة كده، هميل اكتر لان انا اختار الفانكشنال استراكشر. كل ما البروجكت بيكبر اكتر واكتر، كبر قوي، ممكن ألجأ للبروجكتايزد استراكشر او الماتريكس استراكشر. برضو بيعتمد على الاستراتيجيك امبورتنس، يعني الاهميه الاستراتيجيه للمشروع ده ايه. برضو يعتمد على النوفاليتي اند نيد فور ان انوفيشن، بيعتمد على انا الانوفيشن اللي انا محتاجها. لو مشروع بيحتاج الى كثير من الابداع وبعمل حاجة مختلفة قوي، ممكن أميل أكتر للبروجكتايزد، لأن هو أنا عايز ناس بقى مدية وقتها كله وناس فاهمة قوي قوي في الحتة اللي هيشتغلوا فيها، لأنها بتعتمد على كثير من الإيه، من الإبداع. أنا need for integration، هل أنا محتاج إن يكون في تكامل كبير بين الديبارتمنتس المختلفة؟ لو أنا محتاج تكامل ممكن ألجأ لأنهي structure، ممكن ألجأ لكذا نوع. ألجأ ممكن لمين؟ للماتريكس، واللي هو الأفضل هيبقى في الحالة دي مين؟ الماتريكس، ماتريكس structure. ممكن تحتيها يبقى عندي الويك والسترونج والايه والميدل او البالانسد ليفل. الانفايرومنتال كومبلكسيتي، المقصود هنا بمدى التعقد البيئي، انه يبقى البيئه اللي شغال فيها المنظمه في اكسترنال فاكتورز او عوامل كتيره خارجيه بتاثر عليه. ممكن تكون منظمه، ممكن تكون البيئه اللي شغال فيها دايناميك. فيها يعني ايه دايناميك؟ يعني متغيره. يعني مثلا لو شركه شغاله في مجال الموبايلات، اكيد البيئه بتاعتها بيحصل تغيرات كتيره فيها. هتلاقي كل كام شهر بيظهر موبايل جديد بأوبشنز جديدة، فالبيئة بتاعة العمل بتاعة شركات الموبايلات بتحتوي على قدر كبير من التغير، وفيها كم كبير من التعقيد، فيها عدد من المنافسين كتير، فبالتالي environmental complexity بتاعتها عالية. في حالة ان environmental complexity عالية وفي dynamic، في حركة وفي تغير دائم، والشكل البرودكت بيختلف كل فترات قصيرة، أنا ممكن ألجأ للبروجكتايزد ستراكشر. طيب إيه تاني بيحدد البادجت والتايم ريستريكشن؟ الميزانية اللي أنا حاططها والتايم اللي أنا حاطه. لو أنا مضيق عليا قوي في الوقت ومحتاج إن أنا أنفذ المشروع بسرعة جدا جدا، ممكن ألجأ للبروجكتايزد ستراكشر. ليه؟ لأنه بالتالي كل الصلاحيات هتبقى في إيد البروجكت مانجر، فهيقدر يتخذ القرارات بشكل سريع، فبالتالي هيقدر ان هو يقابل او يبقى متوافق مع التايم فريم اللي حطاه الشركة. الاستابيليتي اوف ريسورس ريكويرمنت، هل الريسورسز اللي انا محتاجها فيها استابيليتي، وهي انا عارف انا عايز ايه بالظبط، والريسورسز دي متاحه بالنسبه لي، ولا الريسورسز دي ممكن تكون صعبه، او الريسورسز دي اللي انا محتاجها هحتاجها لمشروع معين ومش هحتاجها لباقي المشاريع. لو مثلا انا في ريسورسز محتاجها لمشروع مثلا معين ومش هحتاجها لاي مشروع تاني، فبالتالي ممكن الجا للبروجكتايزد ستراكشر، بما ان هتبقى الريسورسز دي
بس للمشروع ده. بانتهاء المشروع الريسورسز دي مش هبقى محتاجة، زي مثلا ايه ريسورسز، زي اكويبمنت معينة هحتاجها في تنفيذ هذا المشروع، بانتهاء المشروع انا مش هبقى محتاج المادة دي، فممكن ألجأ في هذه الحالة لبروجكتايزد استراكشر. بروجكتايزد استراكشر برضو ممكن نقول من عيوبها ان بيبقى فيها التكلفة عالية، ان بالتالي هحتاج بادجت او ميزانية اعلى، لان انا بجيب معدات مخصوصة للمشروع ده، ومع انتهاء المشروع بينتهي استخدامي لهذه المعدات. فبالتالي زي ما احنا شايفين انه كل عامل من العوامل هيخليك تتجه لستراكشر استراكشر معينة. ما اقدرش اقول انه في استراكشر واحد مناسب لكل انواع البروجكتس، كل استراكشر ليها هتكون مناسبة لنوع معين من انواع البروجكتس على حسب العوامل اللي احنا قلناها. ولكن في العموم لو جينا نقول انه السيفن فاكتورز دي، كل ما كنت انا محتاج هاي ليفلز من الفاكتورز دي، يعني محتاج بادجت اعلى والتايم ريستريكشنز عندي اعلى، وان انا محتاج ريسورسز تبقى عندي مخصوصة للمشروع ده بشكل تقريبا شبه كامل، غالبا ما حدش بيتشارك معايا الريسورسز دي، هتجه اكتر ان انا اختار البروجكتايزد ستراكشر او الماتريكس ستراكشر. طيب زي ما احنا شايفين كده انه زي ما قلنا انه لازم البروجكت مانجر يبقى واخد في اعتباره جدا الاستراكشر، ويبقى هو فاهم وهو جاي يمسك مشروع الاستراكشر بتاع الشركة ماشي ازاي، وعارف اللاين اوف اوثوريتي ماشي ازاي، عشان ما يحصلش كونفليكت ومشاكل اول ما يبتدي المشروع. لو هو مش فاهم كويس الاستراكشر بتاع المنظمة عامل ازاي، هو ممكن يجي يفاجأ انه صلاحياته قليلة مثلا طبقا للاستراكشر اللي بتتبناه المنظمة. فمن البداية قبل ما يوافق ان هو يمسك مشروع معين، لازم يبقى فاهم الاورجانيزيشن اللي هو داخل عليها، الاستراكشر بتاعتها ماشي ازاي، اللاين اوف اوثوريتي ماشي ازاي، هو حدود مسؤولياته، هل مسؤولياته مطلقة ولا بيتشارك المسؤولية مع الفانكشنال مانجر، ولا هو مسؤولياته هتبقى وحدود صلاحياته ضعيفة. فلما يبقى عارف من البداية هو حدود الصلاحيات بتاعته هتبقى لحد فين، هيبقى ده هيتجنبنا مشاكل كتيرة ممكن تحصل داخل البروسيس بتاعة المشروع، وداخل الفيزس والستيجز بتاعة المشروع، واللي ممكن في الآخر تؤدي لأن المشروع ياخد وقت أطول، وإنه ممكن في النهاية يفشل أو ما يحققش الأهداف اللي كان حاططها الأونرز بتوع الشركة. بالتالي كما هو واضح من اتكلمنا عنه المحاضرة، إن الستراكشرز بتاعة أو الستراكشرز اللي بتتبناها المنظمات ليها عامل مهم جدا 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 في نجاح المشروع. أتمنى إن شاء الله إنه أنتوا تكونوا يعني الموضوع عرفنا إن إحنا نلخصه مع بعض، وحابة إن أنتوا تذاكروا المواضيع دي أول بأول، لأن إحنا زي ما قلنا إنه الكلام ده بيبقى كله متصل ببعض. وأشوفكم إن شاء الله المرة الجاية على خير بإذن الله، وشكرا لكم كلكم.